شوفوا البنات، الا ما درتوش هاد الوصفه هذه لا ليك ولا لبنتك، راه ما درتي حتى شي حاجه في حياتك. هاد الوصفه هذه واخا يكون شعرك مدق دق مكردد حرش ما فيه ما يتشاف، فاش غادي تجربي هاد الوصفه هذه راها كيراتين طبيعي من اول تجربه، غادي ترجعي لعندي وغترحمي ليا والديا. اييه لالا، لا انت ولا بنيتك، وغادي تشوفي النتيجه من اول مره، وغادي تجي وترحمي ليا والديا هاد الشيء اللي بغيت من عندكم. السلام عليكم العائله، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ديالي او الوصفه ديالي، كنتمنى انكم ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا، وخاسرين حتى شي حاجه هبطوا الان ضغطوا عليها باش نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه خوتي غادي نحتاجوها في هذه الوصفه هذه اللي وصفه رائعه، هي البنات مجربه 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 مليون في المئه، اللي هو النشا الذره او المايزينا. وكذلك انا هنايا درت جوج ملاعق على حسب نتوما الكميه او الكثافه ديال الشعر ديالكم. وهنايا البنات غادي تاخذوا جوج ملاعق ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. ها نتوما يا اي نوع من الزبده تكون عندكم، ولكن من الافضل ان يكون عندكم زبده يعني حيوانيه، من الافضل كتعطي واحد الفعاليه اكثر من الزبده النباتيه. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا ضفت بيضه كامله، لانه راكم عارفين البيض كيكون يعني غني بالبروتين اللي هو يا معروف في ترطيب وتلميع الشعر. والزبده البنات حتى هي رائعه بهذا المعنى اللي كنقول لكم، قسما بالله البنات الى الزبده فنه مع النشا ومع البيض كيعطي واحد القوه واحد اللمعان واحد الكيراتين، يعني واحد الترطيب من اول استعمال غادي تشوفوا النتيجه بعينكم. فهاد الاثناء البنات كيف ما كتشوفوا كنخلطها مزيان، علاش هنا كنت قلت لكم انه خاص الزبده تكون بحراره المطبخ، باش فاش نحركوها مزيان يعني الجنس. ها نتوما هنا واخا حركتها راه باقه يعني كيف ما كتشوفوا، ها نتوما باقي دوك الحبيبات هنا، خاصكم تخليوها بحراره المطبخ باش تجانس باش تولي على شكل كريمي. ها نتوما شوفوا هنايا الخليط يعني لزج ولين، يعني فما بالك فاش غادي نوضعوه على الشعر ديالنا. ما شاء الله ما شاء الله، من اول استعمال غتشوفوا النتيجه. وما تنساوش اختكم سناء من اللايك، الله يكرمكم ويجازيكم بخير، يعني اللايك هبطوا الان ديروه باش ما تنساوش اختكم. صافي خوتي، هنا في هذا الاثناء ها نتوما يا زدت كنحركو زعما مزيان باش يزيد يطلق، لانني انا ما جبدتهاش يعني ما جبدتهاش دغيا، خليتها شويه عاد جبدتها وعاد خدمت بها. ولكن نتوما جبدوها على اتساع وخليوها حتى تطلق باش ما دير لكمش هاد الحبيبات في الشعر ديالكم. صافي غنبقى هكايا نمزج نمزج مزيان العناصر. صافي وغادي نوريكم الطريقه، انا الان البنيته ديالي ما كايناش، بغيت نطبقها عليها ولكن مشات للمدرسه، وفي هذا الاثناء انا طبقتها غير على يدي باش نوريكم يعني الطريقه بالتفصيل. غتشدوها وتقسموا الشعر ديالكم على اربعه، يعني عفوا غتقسموه على جوج وعاود دوك جوج تقسموه على اربعه، وكل يعني كل دوك الخصال غادي تشبعوهم مزيان بهاد الخليط. شوفوا ما شاء الله الخليط كيفاش داير، وشوفوا الكثافه ديالو يعني فاش غادي نحطوه ما شاء الله على الشعر، غادي تشوفوا بعينكم البنات وراه ربي شاهد عليا، غتشوفوا انه غادي يعطيكم واحد اللمعان وواحد الرطوبه فن يا البنات فن. صافي فاش غادي نوضعوا هذا الخليط هذا على الشعر ديالنا، غادي نخليوه من ساعتين حتى ثلاثه سوايع، هذه ضروريه. وإلا كان عندكم الوقت الكافي يعني مثلا كنتي غادي ديريه وتمشي للحمام، يعني خليه حتى ربعة حتى خمسة سوايع، كل ما خليتيه مزيان كل ما كيعطي واحد القوه وتيعطي واحد المفعول رهيب في الشعر. ولكن فاش نديروه شنو غادي نديرو بعد منه؟ غادي نديرو سلوفان اللي هو البلاستيك الغذائي ديال المطبخ. صافي غير هو فاش نوضعوا البلاستيك الغذائي على الراس ديالنا ما نزيروش بزاف، لانه راه كيسخن، لانه فاش كنوضعوا البلاستيك الغذائي على الشعر راه كيسخن، واللي ما قداش يعني اللي تيكون عندها الضغط يعني عندها لا طونسيون وما قداش انها دير البلاستيك الغذائي للشعر ديالها، دير فقط يعني فولار او يعني زيف. كانت خايفه من
من البلاستيك الغذائي. صافي كيف ما قلت لكم خوتي وخواتاتي، وتخليه في راسها واحد يعني واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع صافي. وتمشي للحمام وتغسل عادي جدا الشعر ديالها، ولكن من الافضل البنات من الافضل انكم ما تستعملوش يعني شامبوانات اللي فيها مواد حافظه بزاف، لانه راه هو اللي تيهلك الشعر، هو اللي تيقضي على الشعر. نمشيو الان خوتي لتحضير الوصفه الثانيه اللي مهمه جدا من بعد هذه الوصفه. هذه الوصفه خوتي شنو غادي نحتاجو فيها؟ مكون واحد فقط اللي هو حبوب الشاي الاخضر. هانتوما حبوب اتاي البنات كما كنقولوا احنا بالدارجه، هو حبوب اتاي. هنشدوه غادي نضيفوه على الماء وغادي نوضعوه فوق النار ونخليوه يطبخ 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 مزيان حتى تشوفوا اللون ديالو تيولي هكايا. لانه هاد حبوبات يا البنات او حبوب الشاي فوقاش غنحتاجوهم؟ غنحتاجوهم في الاخير، يعني فاش نغسلوا الشعر ديالنا في الاخير غادي نحتاجو هاد الماء هذا، غادي نشللو به يعني هذا فقط يعني نشللو به الشعر ديالنا في الاخير، حتى نغسلوه حتى نساليوه حتى يعني ما تبقى فيه حتى شي حاجه. وغادي نشللو بهاد الماء ديال حبوب الشاي، لانه البنات روعه 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 بهذا المعنى اللي كنقول لكم للشعر وترطيب الشعر وتقويه الشعر وتغذيه الشعر. يعني دخلوا البنات وقراو على حبوب الشاي لترطيب وتقويه الشعر، وغادي ترجعوا لعندي وغتقولوا لي سناء بالصح عندك الحق في هذا الشيء. يعني البنات استعملوا هذا الشيء اللي قلت لكم، واستعملوا هذه الطرق اللي عطيتكم، وغادي تشوفوا ما شاء الله شعركم وشعر بنياتكم غادي يولي كيلمع ورطب رطب رطب كيف الحرير. نتمنى هنا اخوتي انكم تجربوا هذه الوصفات اللي عطيتكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا هو ليس امرا، وتهلاو لفراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.